مجدد الترحيب بحضراتكم، ووصلنا معاكم لفقرة السبورة مع الكابتن أسامة نبيه حاج. جاهز يا كابتن مصر؟ جاهز. 18,000 سؤال في 7 دقايق. السلام عليكم السرعة، ما تقلقش. يلا بينا. التدريب في القسم الثاني أصعب من الدوري الممتاز؟ نعم. المقصف فوضني قبل بداية الموسم واتفقنا على كل شيء لكني تراجعت. لا لا، ما حصلش. ما حصلش؟ ما حصلش الجزء الأولاني ولا ما حصلش الجزء الثاني؟ بس كان في قعدة جمعتني بس من مش من الموسم ده يعني. فترة الموسم اللي فات أثناء تولي أحمد حسام ميدو. وانا ما رضيتش، طلعت ما يعني ما اتكلمتش فيها خالص، ما لان احنا قعدة تعارف جمعتني باللي هو محمد عبد السلام يعني في بيته في منزله. وكانت زيارة ما فيهاش اي نوع من انواع الاتفاقات، مجرد للتعارف براجل محترم جدا شخصيا. وما طلعتش كلمت عنها خالص خالص خالص، واحترمت دوت وفضلت طالما ما فيش حاجة حصلت. ده الكلام ده السنة اللي فاتت ماشي، فاكر انا يمكن في يناير السنة اللي فاتت. ما فيش حاجة جديدة السنة دي؟ لا مش. اللي بعده، مصطفى محمد مهاجم مصر، وانا اول مرة شرحت الكوبر، نعم ام لا؟ دي حقيقة نعم. وكان ساعتها في طنطا. في طنطا. طنطا كان مش الموسم اللي فات، الموسمين كان في الدوري الممتاز وكان مميز جدا. وكنا انا كنت شايف فيه خامة زي عمرو زكي. وقلت الراجل فيه لعيب معار من نادي الزمالك لطنطا، بيأدي بشكل كويس جدا، تحركاته من النمط اللي احنا ممكن نستعين بيه. لكن للأسف مصطفى اتصاب. اتصاب صح. عمل عملية ساعتها. اللي بعده. كوبر رفض اشراك شيكابالا في كاس العالم امام السعوديه، نعم ام لا؟ لا، ما رفضش ولا حاجه. ما ظروف المباريات وظروف المباراه ما اديتناش ان احنا فرصه ان احنا نغير يعني شيكابالا. اللي بعده. ظلمنا كوكا بعدم ضمه في كاس العالم بروسيا؟ لا لا لا، الفترات اللي اشتغلها معانا كوكا ما كان فيها شويه صعوبات، ما كانش فيها عدم توفيق، كان بيمر بمرحله عدم توفيق مع في الفتره اللي هو شارك معانا فيها. تفتكر كوبر ممكن في يوم من الايام يجي يبقى مدير فني لمنتخب مصر؟ ممكن. ممكن. اه، في باله الراجل يحب يعني؟ اكيد في باله، لانه حقق هنا نجاح كبير جدا. ووصل بيك لكاس العالم، فاكيد اكيد احنا في باله بشكل كبير جدا، من الفترات اللي عمره ما ينساها في حياته اكيد يعني. فاكيد في باله. اللي بعده. تريزيجيه كان اللاعب الاهم لدى كوبر، نعم ام لا؟ من اللاعبين المهمين. من اللاعبين المهمين طبعا، لان احنا كان معانا مجموعه كبيره جدا كلها كانت توليفه، كلها محمد مهمه. صلاح وعبد الله السعيد طبعا، وحجازي وفتحي وعبد الشافي وطارق حامد. لا، المجموعه كلها كانت توليفه، كلها كانت مهمه. وتريزيجيه كان من اهم اللاعبين يعني. اللي بعده. رفضت عرضا للعمل كمدرب عام في جهاز الزمالك خلال وجود المجلس السابق، نعم ام لا؟ لا، ما حصلش. ما تعرضش؟ ما فيش. لا، كلها كانت بتبقى عباره عن تكهنات، توقعات، ترشيحات. فالحته دي انا كنت يعني خلاص بعدت عنها تماما يعني. اللي بعده. الدوري المصري يفرز لاعبين جدد يستحقون الانضمام للمنتخب، نعم ام لا؟ الدوري المصري. لا. دوري المصري. لا 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 فعلا ما غيرتش كلامك بعد كل السنين دي؟ ولا عمري هغير كلامي. ولو رجع بيا الزمن لورا هقول برضو ان القوام الاساسي والرئيسي لمنتخب مصر هيكون من الاهلي والزمالك ومجموعه المحترفين، واثنين ثلاثه من الدوري المصري اللي من الممكن يكونوا. اللي بعده. محمد صبري كان السبب الرئيسي في انسحابنا في مباراه القمه الشهيره، نعم ام لا؟ لا، ده كان فرقه بحالها، مش صبري هو الوحيد، لكن صبري هو اللي طلع في الكادر في التوقيت ده يعني. اللي بعده. اعتذار علي ماهر وخشبه كان سبب استدعاء جوهري ليه ولا شيشيني في بطوله 98، نعم ام لا؟ لا، انا كنت رايح كده يعني، لان كابتن جوهري كلمني قبليها، كان قبل البطوله نفسها كان عندنا معسكر في تايلاند.
فكلمني الكابتن الجوهري رحمه الله عليه وقال لي كنت انا عامل مباراه مهاجم في الزمالك بمدينه المحله، فكلمني قال لي انت هتيجي معايا البطوله بس ما تسالنيش انت هتلعب ايه. وبالفعل رحت، فما كانش ليا علاقه بال بان اعتذار علي وهادي خشبه للكلام ده. اللي بعده، الحضري شارك اساسي في تصفيات المونديال واكرامي حصل على مكافآت اكتر منه، نعم ام لا؟ نعم نعم حصل فعلا. لان اكرامي كان موجود على دكه البدلاء 5 مباريات وشارك الماتش السادس. فلما بتيجي تتعامل معاه بتتعامل معاه ان هو شارك كانه شارك، لان الحارس مرمى انت هو واحد بس اللي بيلعب، فبياخد نسبته. معاه ان هو شارك على السته، شارك في السته لانه موجود في ال5 مباريات وشارك في السته. اوكي ماشي حلوه دي. اللي بعده نروح للاختيارات. لاعب خط وسط لا بديل عنه في اي تشكيله، طارق حامد، حسام غالي، حسني عبد ربه. طارق حامد. اللي بعده، مهاجم اتمنى عودته لسابق عهده، باسم مرسي، عمرو جمال، مروان محسن. باسم مرسي. اللي بعده، لو كنت مدربا الاهلي للمنتخب لكانت غالبيه القائمه من الاهلي، من الزمالك، من بيراميدز. الثلاثه. اللي بعده، لاعب يحتاجه الزمالك، رمضان صبحي، حسام حسن دونجا. حسام حسن. لاعب لابد من ضمه لقائمه المنتخب الاول، امام عاشور، اوباما، محمد عبد الغني. امام عاشور. اللي بعده، افضل من يعوض مصطفى محمد، سيف الجزيري، مروان حمدي، مهاجم اخر. والله سيف الجزيري مؤشراته بتقول ان هو ممكن يكون كويس. اعتقد سيف الجزيري. ماشي. اللي بعده، اخر سؤال، الاقرب ليك طارق مصطفى، سامي شيشيني، محمد صبري. بص هم الثلاثه يعني، بس ولكن صبري بيشتغل معايا انا وهو بنشتغل مع بعض، وطبعا عشره عمر، وطارق مصطفى عشره عمر، زميلنا بعض في حتت تانية يعني، الزمالك ومنتخب، وبعدين رحنا الاتصالات عشنا، وبعدين بقى جاري، ف جاري في البيت اللي جنبي. سامي الشيشيني طبعا عندي معاه حكايات وروايات كبيره جدا. فالثلاثه قريبين ليا يعني.